كده هنبتدي نعمل معاكم بطاطا بالبشاميل. هنحتاج كيلو بطاطا، دي مسلوقه زي البطاطس ما بتسلقيها كده، بس بحط عليها شويه سكر عشان تبقى مسكره ومديها طعم حلو. نص كيلو لبن عشان البشاميل، ودقيق برضو لان لزوم البشاميل بتاعها، وسمنه، وشويه مكسرات تتحط في النص، وسكر برضو هتحط عليها يبقى طعم جميل. هنبتدي مع بعض. ماشي، نبتدي كده. معانا خدنا 3 معالق السمنه والباقي هنخليه للبشاميل. كده احنا سيحنا السمنه شويه، هننزل بالبطاطا عليها بحيث ان احنا نهرسها فيها، وهنحط لها شويه بس من السكر. طبعا دي هتبقى مسكره وجميله جدا، تنفع للتقديم لاي شيء تعمليه او اي ضيوف يجولك، هتعجبك قوي، يبقى طعمها جميل. ناخد كده نعمل بشاميل. احنا عملنا البطاطا، تجهيزها سريع جدا، بس هي البطاطا والبشاميل ما بتحتاجش اي حاجه تانيه. ننزل بالدقيق، نقلب بس الدقيق بالسمنه، نعمل البشاميل بتاعنا واللبن معانا جاهز. كده هننزل باللبن على الدقيق السمنه. الحاجه الوحيده اللي نسيتها ان احنا نحط سنه من الفانيليا، نص معلقه او كيسه صغيره زي اللي انا حطيتها دي، عشان تديك ريحه جميله مع ال. ننزل بالسكر عشان تبقى البشاميل طعمها جميل. وهنجهز بقى مع بعض الصينيه بالمكونات. انا كده انا بالبطاطا اللي عندي هعمل صينيتين بطاطا، هقسمها على نصين، نص هنا ونص في الصينيه الثانيه. ناخد جزء من المكسرات، طبعا المكسرات زي ما انت بتحبي، اي حاجه عندك، سوداني، جوز هند، زبيب، في بقى عين جمل، اي حاجه تانيه، جوز لوز، اي حاجه. انا بعمل بالمقدرتي بالحاجه اللي عندي في بيتي، بس شويه من المكسرات مع شويه من السكر. ننزل بالبشاميل، مش عامله زي الكريمه بالظبط كده. الصواني بتاعتنا خلصت، بس انا رشيت رشه سمنه على الوش زي ما انتم شايفين عشان تديها بس حمار، واوريها لكم ما تطلع من الفرن. كده البطاطا بتاعتنا خلصت، حطيناها في فرن متوسط الحراره، احمرت زي ما انتم شايفين فوق وتحت، في شكلها جميل جدا ولذيذه، هتعجبكم قوي بألف هنا وشفا.